السلام عليكم، مرحبا بالأميرات الجميلات الأنيقات، مرحبا بالجميع. فإذا كنتي مهتمة بالموضوع ما عليك إلا تنضم للقناة وتفعلي جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد تاع هاد القناة هادي. فكما كتشوفي معايا هاد لونسومبل هذا اللي هو رائع، شوفوا كما شوفوا معايا الخدمة ديالهم، هو مقبوط في الكميمات كما كتشوفوا معايا. وهاد هاد لاغوب هادي كما كتشوفوها معايا كي جايه مقبوطه هنا في لاسانتيو، شوفوا معايا هنايا فيها كل في، وشوفوا الخدمه ديالها كي دايره. ومشيو هاد الموديل هذا اللي كيجي مريح في اللبس ديالو، جاي مقبوط في اليدين وبلا سانتيغ ديالو. شوفوا معايا الخدمه ديالو كي دايره، هاد الكتيفات كذلك الخدمه ديالو كي دايره. هنايا اللوينات اللي كاينين في هاد الموديل هذا، فلا فيديو كيقربكم اكثر لهذا الموديل هذا كيفاش مخدوم. ومشيو هاد الغوب هادي حتى هي اللي جايه غزاله في اللبسه ديالها اللي ممكن يلبسوها المحجبات كذلك. شوفوا معايا كيفاش دايره، فهي جايه سامبل وجايه غزاله في اللبسه ديالها. شوفوا معايا جايه مقبوطه في اليدين وعند الكتيفات، شوفوا الخدمه ديالها. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد البيسه هادي. وشوفوا معايا كذلك هاد البيسه هادي اللي كتجي بحال هكا بهاد الطريقه هادي مقبوطه عند لا سانتور ديال لا سانتور، وكتجي بالعبايه من الفوق اللي كتجي غزاله في البيسه كذلك. شوفوا معايا هاد العباية هادي كذلك كيفاش كتجي مخدومة بحال هكا في اليدين، ونفس نفس الثوب داروا به لاسانتيغ. شوفوا معايا كذلك، شوفوا معايا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسة هادي. وهاد اللبسة هادي كذلك اللي كتجي مريحة في اللبسة ديالها، شوفوا معايا مقبوطه من اليدين بواحد الطريقه اللي هي طويله شويه. وكذلك شوفوا معايا الكتيفات كيفاش مخدومين، شوفوا معايا اللبسه كامله كيفاش مخدومه. وشوفوا معايا هاد النوعيات كذلك ديال اللباس كيفاش كيجي في اللبسه ديالو. بالنسبه كذلك محجبات يقدروا يلبسوا هاد اللباس هذا، راه مريح ومستور. شوفوا معايا الخدمه ديالو كي دايره، هو كيبان انيق وواحد الخدمه اللي هي زوينه. شوفوا معايا مقبوط في اليدين ومع وديري ليه واحد لاسانتيغ اللي هي كبيره. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر لهذا النوعيه ديال اللباس، وكذلك الفولار اللي نقدروا نلبسوا مع اي مع اللوينات اللي كاينين عندنا. وهنايا لي غوب لي بالنسبه للسيدات المحجبات، شوفوا معايا هنايا واحد النوعيه ديال لي غوب، كل وحده وخدمتها تقريبا. واللي مهم في هذا هو ان نكونوا لابسين واحد اللبسه اللي احنا مريحين فيها. كملوا الفيديو حتى الاخر، فيه تشكيلات زوينه وانيقه ومتميزه اللي غادي تعجبكم. فكنتمنى الفيديو لا يعجبكم ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب هكا باش محركات البحث تطلع على فيديو تطلع القناه. هذا طلب خاص لكم الا جات على خاطركم اكيد. وكنتمنى لا فيديو يعجبكم.